أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. صدق الله العظيم.